ما يسواش قرش. اهدي اهدي مش كده معقول. خلاص خلاص اهدي 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 اهدي. شيخ زفير شيخ زفير اقعدي 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 اقعدي. اوكي اوكي خلاص خلاص حصل خير. تفضل بقى ارتاح. تفضل تفضل. انا اسف انا اسف. اهدي اهدي هروح اجيب حاجه اشربها ونيجي. اجيب لحضرتك فشار يا فندم. ماشي لو سمحت. حجم كبير. ماشي. خليك خليك. فشار ايه يا ابني دلوقتي؟ شيله. انا متضايق. لا حد ما طلبتش فشار. سبت الفيلم؟ اه سبت الفيلم. انا اسف عملت لك احراج جامد قوي وسط الناس. ما تقولش كده يا عادل. احنا اللي المفروض كلنا لازم نتاسف لك كده. بقى شكلي مش هخش السينما يجي 30 سنه قدام كمان. طب وايه المشكله؟ مش مهم السينما. ازاي بس مش مهم؟ بعدين انت كنت عايزه تتفرجي على توم كروز. طب اقول لك حاجه وتصدقني، انت عندي احلى من 100 توم كروز. عارف عارف. ايه الثقه دي؟ انما ايه العصبيه اللي كنت فيها وشفيق والزهير اللي انت عملتيهم دول؟ انت احرجتيني جدا قدام الناس. امال كنت عايزني اعمل ايه؟ خلاص الناس قاعده عماله تتريق عليك. مش حاسس يعني؟ طب خلاص انا اسف. انت هتعصبني تاني. لا خدي 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 شفيق وزهير. شفيق زهير شفيق زهير. انا اسف. اهدي اهدي. ايوه استاذ مبني. ايه عايز ايه؟ خالك تعبان وعايزك تروح له بسرعه. ايه؟ طب اقفل اقفل. خالي تعبان لازم نروح. طب هاجي معاك. اه اه تعالى. حسيت يا رب حسيت يا رب. مدي مدي يا دينا شوية. بس كم عملت فين؟ هاي مدي. لا لا اتين اتين. ايوه يا رب يا رب. يا خالي رن الجرس رن الجرس. يا خالي ما بردش على التليفون. يا رب يا رب استر. فين يا خالي؟ يوم ميلادي يوم ميلادي كان يوم مش عادي. يوم ما مامي ندهت على دادي وقالت له انا بولد يا عبد الهادي. صدق يا خالي من غير ما تزعل انت عيل. ايه الحركات دي؟ احترم نفسك يا ولد. انت انا النهارده عيد ميلادي يعني ينفع اقضيه لوحدي يعني؟ ينفع يا قمر انت؟ لا طبعا ما ينفعش. ايوه بس مش بالطريقه دي يا خالي. انت سايبت ركبي وجايبني على وجهك. انت من ساعة ما المدموزيل الجميلة دي وصلت مصر وانت بتديني البومبة الكبيرة. ربنا يخليكم لبعض يا انكل. الله يخليكي. بقول لك ايه يا نعم. عبدول. نعم يا خال. يا خلبوس انت. نعم. انزل جيب لنا تورتاية و40 حتة جاتوه. بتحبي نوع معين؟ لا ميرسي يا انكل انا مش باكل حلويات خالص. خلاص بلاش 40 يبقى 39. سنة حلوة يا جميل سنة حلوة يا جميل سنة حلوة يا خالي سنة حلوة يا جميل. يا سلام ايه ده كله؟ حسيتني حركة شفتها في مشهد ابيض واسود قديم كده كان بتاع مريم فخر الدين ورشدي اباظة. بس انا مش مريم فخر الدين يعني. لا انا بتكلم عن نفسي انا يعني. اوكي. ميرسي جدا يا عادل على اليوم الجميل ده. انا حبيت خيلك قوي ربنا يخليه لك. بس وقع قلبي ابن اللذينه. اصل هو عيان عنده السكر والقلب والضغط و... اكيد بسبب وزنه. هو ما فكرش يخس خالص؟ مهمل. تصبح على خير. انت من دينا ممكن اسالك سؤال؟ اتفضل. هو انا عادي يعني افضل تخين كده ولا تفتكري ان انا لازم اخس؟ بابايا الله يرحمه كان دايما يقول لي بصي على نفسك في المرايه. لو لقيتي نفسك واثقه من نفسك وراضيه عن شكلك الناس كلها هتبص لك باعجاب. من الاخر يعني عادل لو عايز تخس خس لنفسك، لو مش عايز برضه لنفسك. المهم ما يكونش في من ورا التخن ده اي ضرر لصحتك. تصبح على خير. سؤال بس دينا سؤال تاني معلش. يعني انت كبنت وكده
مثلا مثلا جالك حد زي خالي كده برضو مدور شويه، انت ايه ممكن تفكري ازاي في الموضوع ده؟ والله لو عجبتني شخصيته مش هسيبه الا لما يخس. هي هو نص الجمله الاولاني هو اللي حلو. اللي هو ايه؟ مش هسيبه دي هي جمله ما بتتقسمش عادي. مش هسيبه الا لما يخس. الله، مع انك في السينما قلتي ان الراجل اللي هو من غير كرش ما يسواش قرش، اشمعنى يعني؟ ده مثل كده كان دايما بابايا بيقول. انت كنت بكرش؟ كان بيقوله كده وهو متعصب. ولا انت عايزني انا بقى اتعصب واقعد بقى شفيق وزهير؟ لا 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 خلاص خلاص، انا اسف. عموما انت حمستيني قوي 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 على موضوع الخسسان ده، وعملتي فيها طاقه. انت هتشوفي انسان جديد ومن دلوقتي حالا. بجد؟ يا ريت. بجد؟ تصبح على خير. ايه؟ مش عايز تسألي أي أسئلة تانية؟ أنا اللي أسألها؟ أه؟ إحنا عاملين مسقعة باللحمة المفرومة فوق فظيعة، تيجي تتعشى معانا؟ طبعًا، أنتِ بتهزري؟ طب استني أقفل العربية. بالنسبة للإنسان الجديد اللي كان لسه بيكلمني دلوقتي. إنسان جديد مين؟ أنت مش كنت دلوقتي بتقولي؟ ده أنا كنت بمتحنك. والله؟ كنت بمتحنك بشوفك يعني حتى. ماشي، خلي بالك أنا مركزة. تصبح على خير. وأنتِ من أهل، وأنتِ من أهل، وأنتِ من أهل. انت من اهل. مش هسيبه لما يخس. طبعا مش هسيبه دي انا يعني واضحه، يعني واضحه جدا. مش هسيبه لو انا مش هسيبك يعني. حس بيا، حس بيك ربنا يا ابني. يا ابني هو انا الوحيد اللي بحس بيك؟ احنا اتخيل زي بعض، لازم نحس ببعض. بتقولها في وشي كمان؟ ماشي، عشان انا مبسوط بس. استنى. ياسك يا سيدي، ادي واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة. ابسط يا عم. حاول تخس، حاول تخس على فكرة. التخن ده مش كويس. أيوه. أعزاء، ما هو الحب؟ الحب استقلال طبعا، علاقة بالاتنين وبس، اكس وواي، يعني مفيش حد في النص. بملكه يملكني بس ما يخنقنيش، انا بس اللي اخنقه. لازم احس ان انا في حياته رقم واحد. الحب بالنسبة لي ضعف وانا مش ضعيفة، بس اللي زيي بيبقى من جواه أرقى بكتير من اللي الناس شايفاه، وبحتاج حبيبي قوي بس بخاف من ضعف الحب. أحلى حاجة في الحب نعومته، وحبيبتك وهي جنبك وعينيها بتقولك عايزاك وما تبعدش عنها. أحلى حاجة في الحب التهور، لما تحس بهبوط حاد في الدورة الدموية وأشعاره في كل جسمك، وتحس كده إن قلبك بيسقف أول ما بيتعمل لك آد على الفيسبوك. بتبقى لحظة غريبة الزمن بيقف عندها. الحب عندي انها ما تنتقدنيش وتسيبني احبها بطريقتي، وتسمع كلام ماما وتسمع كلام خالتي. ماما وخالتي، ماما وخالتي. بس بس بس. الحب بالنسبه لي ان اللي بحبه احس اني مطمنه وانا معاه، ووقت ما بحتاج له بلاقيه. عايزه احس انه ابويا وابني وجوزي وصاحبي في نفس الوقت، كلها حاجات متلخبطه من واحده متلخبطه. كل الناس ممكن تختلف على ايه هي احلى حاجة في الحب، مستحيل تلاقي حد رأيه زي التاني، لكن اللي انا متأكد انهم هيتفقوا عليه ان احلى حاجة في الحب لما تحس انك بتتحب. ايه
مودي ده جميجو عامل ايه؟ عامل ايه؟ ده الحبايب كلها هنا عاملين ايه؟ يا ولاد يا جودة تيكو يا جودة